باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في إنجيل هذا الصباح بيقول لنا: لا تخف أيها القطيع الصغير، أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. أباكم سر أن بيطمنا، بيقول لنا إن الملكوت أبونا قرر كده يدينا الملكوت، فلا تخف. ويقول لنا: بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا يفنى إلى آخره، حيث لا يدن منه سارق ولا يفسد سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون إيه قلبكم. ويقول لنا تبقوا مستعدين وانتم منتظرين، كأني ايه منتظرين، تشبهون اناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، عسى اذا جاء وقرع يفتحون له. خلي بالكم الكلمة للوقت، للايه للوقت دي يعني منتهى الجاهزية والاستعداد. ده ايه ده اللي يقعد منتظر كل لحظة؟ خلي بالكوا العبد ده هيعمل ايه؟ هيبقى قاعد كل لحظة منتظر هيجي امتى، مش هينسى ابدا الموضوع ده، كل تركيزه في مجيء سيده، هدفه كله، فكره كله هنا. ده التركيز ده مهم جدا جدا جدا. هل ان احنا كمسيحيين ولاد لربنا لنا هذه ام لا؟ عشان كده الإنسان المركز في حياته الروحية، مركز في حياته الروحية، حاسس المسيح وعده والمسيح جاي وهو منتظر المسيح، مش هي إيه؟ مش هيروح لا كده ولا كده. الكتاب المقدس بيعلمنا إزاي الإنسان يبقى في ربنا على طول، في كل وقت يبقى في ربنا على طول. عشان كده يقول: إن عشنا فللرب ايه نعيش. احنا مش عايشين لانفسنا، احنا عايشين في الرب كل يوم. يعني هدفنا وفكرنا من اول ما بنطلع الصبح من بيوتنا حتى من غير ما نطلع من بيوتنا هو كيف نصنع مرضاته، ومنتظرين انه هو رضاه علينا وحنيته علينا، ونفكر فيه، مشغولين بيه. يسميها اهتمام الروح. الكتاب المقدس يقول اللي بيهتم للروح، فيه اهتمام اسمه اهتمام الجسد واهتمام الروح. فإذن أمامنا سكة وطريق، والكتاب المقدس يقول لنا عن سكك، تلاقوه كده في سفر أرمية، يتكلم عن طريق مستقيمة. فيقول لنا إيه في أرمية 18 أي 15، يقول: لأن شعبي قد نسياني، الشعب بتاعي نسيني، بخروا للباطل وقد أعثروهم في طرقهم، في السبل القديمة ليسلكوا في شعب. عارفين يعني ايه يسلكوا في شعب؟ ايه الشعب؟ سكك ايه؟ مشعبة شمال ويمين يطلع فيها زي المتاهات كده اللي ما بتوصلش بسهولة ولا توصل، ومش ضامن الانسان يوصل فيها. فايه يقول ايه؟ ان هم في شعب، ليسلكوا في شعب، في طريق غير مسهل، في طريق غير مسهل. ولما نيجي نقراها ديت في الترجمة الانجليزي يقول الهاي واي، سابوا الهاي واي. الهاي واي دي اللي السكة لايه؟ عارفين السكة الواسعة المظبوطة اللي توصل على طول، سابوا السكة، الطريق المستقيم سابوه. ولما جه يوحنا المعمدان قال كده، قال لهم، يقول على يوحنا المعمدان قال لهم: تصير الشعب تصير ايه مستقيمة، المعوجات تصير مستقيمة، المعوجات هتصير ايه مستقيمة، ويبصر كل احد خلاص الله. عشان كده مهدوا السكة، مهدوا السكة، اعدوا الطريق، فالسكة تبقى مستقيمة. انت ازاي انا ابقى ماشي في طريق مستقيم؟ لما ما ابقى ماشي في طريق مستقيم، لما يبقى قدامي هدف واضح اللي هو المسيح الهي، هو ده الطريق المستقيم اللي بمشي فيه على طول. وتسمعوا في كتاب مقدس يتكلم عن المستقيمين، المستقيمين اللي هم سكتهم سكة ايه؟ سكة واحدة.
اللي له قلبين لازم هيقع. يقول لا تعرجوا بين الايه الفرقتين، ان كان الله هو الله فاعبدوه، ان كان البعل فاعبدوه. ليه ماشيين في سكتين؟ رجل متقلقل في طرقه مش هياخد حاجة. عشان كده مفروض تفكيرنا كله يبقى في ايه؟ في حاجة واحدة، خلاص نفسي، خلاص نفسي، اطاعتي للمسيح، محبتي للمسيح. لكن لو الانسان انشغل شمال ويمين هيبص يلاقي نفسه تاه. عشان كده طب تقولي وظروف حياتي وشغلي وبيتي وكل مالية، كل ده هترتبه بحيث يخدم مين؟ يخدم ربنا. يعني بيتك يبقى لله، شغلك تبقى امين فيه عشان تكون امين لله زي يوسف الصديق، تكون امين في كل شيء من اجل الله. الهدف هو ايه؟ هدف ايه؟ هدف واحد اللي هو تكون امين لله. ولاد ربنا ناجحين في كل مكان. هو تفكر ولاد ربنا مش دريانين ولا مش واخدين بالهم؟ لا، دانيال في المملكة بتاعت بابل كان رجلا مملوء نعمة وحكمة، وربنا بيديهم كمان، يقول مملوء من روح الآلهة القدوسين. لما جه الملك وقع في مشكلة كبيرة ومش عارف يحلها ازاي، فجت الملكة الجدة قالت له انت في مملكتك انسان مملوء من روح الإله القدوسين، هات ويقول لك يوسف الصديق. فأولاد الله ناجحين لأنهم مستقيمين، ما يعرفوش غير سكة واحدة، مركزين، مركزين في حياتهم. الطريق بتاع المسيح ده طريق مستقيم، مش طريق معوج، مش طريق يوصل على طول، يوصل للسكة المظبوطة. المشاكل كلها بتحصل لما الإنسان بيدخل في الشعب ديت. هتلاقوا واحد بعد عنكم أو واحدة في مشاكل مع فلان مع علان، نفسه صعبان عليه ومتضايق، وليه ومالش وبيدبر وعمال يرد شر بشر، طلع برا السكة. صدقوني أنا لما الإنسان بيدخل في سكة البعد عن الله بيحصل بعد شوية انه يتلف بحبال حوالين رجليه كده، يبقى متأيد. ساعات واحد يبقى كاره فلان او كاره فلان او مش عايز يسامحه، قد تكون زوج، اخ، اخت، في حد في الشغل، ويفضل في دماغه في دماغه الموضوع. بعد شوية تلاقوه ما بيفكرش غير في الموضوع ده، انتقم ازاي وخايف ازاي وعمل فيا وسوى فيا، وذاته متأيدة. عشان كده المسيح قال ان حرركم الابن فبالحقيقة تكون أحرار. يبقى متأيد بفكر مثلا كراهية أو فكر شهوة من أيداه وزلاه وتعباه، مش مدياله فرصة أنه يتحرك بحرية. الحرية بتاعتنا مش هي أن أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، لا، أن أنا عندي مقدرة، قوتي مش متأيدة، أقدر أن أنا أعمل الحاجة الصح وأفرح بيها وانبسط بيها. لكن ممكن واحد يكون متأيد في عبودية إبليس ديت، هي دي عبودية إبليس. عشان كده يقول لا ترتبكوا بنير عبودية. نير ايه؟ عبودية، استعباد. الخطية تستعبد الإنسان اللي واقع تحت خطية ولا كراهية ولا نجاسة ولا فكر وحش ولا فكر شهواني ولا فكر انه عنده صغر نفسه وحاسس انه ما طالش اللي عايزه، وازاي وانا وانا ولازم ابقى وما بقتش ليه وعشان ايه. ده وقع تحت فكر ايه؟ نير عبودية، نير عبودية. اما سكة المسيح فهي سكة الحرية، سكة الاستقامة. عشان كده الرسالة اللي اتقرت النهاردة دي رسالة جميلة جدا، اللي هي من رسالة معلمنا بولس الرسول، بيقول فيها ايه؟ دي فيليب 4، لما تروحوا اقروها في البيت، جميلة جدا. يقول لنا نركز على كل ما هو ايه؟ يقول لنا اهو فيليب 4، افرحوا في الرب كل حين، واقول لكم ايضا، واقول ايضا افرحوا، ليظهر حلمكم لجميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا في شيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. احنا قلنا لا تهتموا في شيء، دي يعني مش ما نهتمش بشغلنا، يعني ما تتأيدوش بأحزان وهموم، دماغكم ما يبقاش مشغول بمخاوف بشهوات بحاجات زي كده.
لتعلم طلباتك لدى الله، وسلام الله الذي يفك العقل يحفظ كل الذي يفك العقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. هو ده المهم بقى. يبقى الطريق المستقيم اللي ركز فيه عقلي وقلبي يبقى محفوظ في مين؟ في المسيح يسوع. يروح قال بقى كلام بقى عملي بقى، يقول الكلام العملي: اخيرا يا اخواتي كل ما هو حق. يبقى انا ركز في ايه؟ كل ما هو ايه؟ حق. وبعدين كل ما هو جليل، الحاجة الجميلة الجليلة اللي لها قيمة، ابقى ايجابي. كل ما هو جليل، كل ما هو عادل مفهوش ظلم، كل ما هو عادل. هركز عليها انا بقى، اهو بيقول اهو، هركز على كل ما هو حق، كل ما هو جليل. يعني لو جالي فكر مش جليل، فكر خسيس شوية، يفكر فلان ده كذا وفلان ده، انا نفسي نتأذي ولا نفسي مش عارف، لا مش هو ده، مش هو ده الحق اللي انا افكر فيه. انا بفكر في كل ما هو حق، كل ما هو عادل. ارفض ده، لاني لو اضطريت في الفكر الوحش هلاقي الفكر الوحش عمل فيا ايه؟ وقعني تحت نير عبودية، وبقيت بغلي، بقيت تعبان. كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر. الحاجة الطاهرة بس، اللي مش طاهر واللي لا مش عايزه ده، كل ما هو طاهر. كل شيء بمحبة، الحاجة اللي فيها محبة اوكي، اللي ما فيهاش محبة لا. كل ما هو كل ما ايه؟ كل شيء بمحبة، كل شيء بصيت حسن، الحاجة اللي لها صيت ايه؟ صيت حسن. ما في فضيلة او في كرامة ففي هذه افتكروا. يعني ايه افتكروا؟ ركزوا تفكيركم وفكروا ان انتوا عايزين كده. يعني الواحد يخرج من اول الصبح كده عايز اصنع محبة، عايز اصنع عدل، عايز اصنع حق، حاجة حق. الوحش لا مش عايز اعمله، انا مركز عليك انت يا رب يسوع، انا عايز امشي معاك انت. ساعات الواحد يشوف ناس يا عيني متأيدة، في دماغه حاجة، فلان أذاني في يوم من الأيام، ازاي يأذيني وازاي يعمل فيا، طب خلاص سامحه، لا 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 أبدا، ويغلي وينكت ويهري تعبان. واحد كرامتي ضاعت، ويفضل عشان كرامته ضاعت يبعد عنكم، يفضل محبوس حبيس. لكن هنا المسيح الحاجة إلى إيه؟ واحد اللي هو مين؟ ركزت على المسيح اللي فيه كل النعم. المسيح بوصاياه بمحبته كل حاجة فيه، في كل النعم. لو أنا مركز على المسيح، تعليم المسيح، محبة المسيح، طبع المسيح، صلاح المسيح، كل ده هلاقي نفسي ماشي في السكة ومبسوط، مبسوط جدا. لأني إيه؟ لأني هنا مش مرتبك ولا متأيد ولا مستعبد. أنا إيه؟ أمشي في حرية، أمشي في حرية، ما مشيش إيه وأنا مرتبك، هتلاقي حياتي حلوة. عشان كده المسيح قدام عينينا ويقول لنا أنتم ليكوا السماء، ويقول لنا فإن وطنيتنا نحن في السماء. وطنيتنا دي اللي هي إيه؟ سيرتنا في السماء. يعني إحنا المواطنة بتاعتي هي مواطنة سماوية. أنت قررت تبقى مواطن سماوي وانتي ولا لأ؟ خلينا صراحة مع بعض. قررت تبقى زي العالم واهل العالم، ليك نفس الصفات بتاعت العالم. العالم له طرقه، له طرقه، له طرقه كتير. العالم من التواء لأذية، الكبرياء، انت شوف انت ايه عايز ايه. فهنا سيرتنا في الطبعة البيروتية اللي معانا، او هنا في الطبعة بتاعت القطامارس، او وطنيتنا يعني الوطن بتاعنا. طبعا انا كوني مواطن، اللي بياخدوا جنسية في أمريكا وكده ساعات يعملوا لهم انترفيو كده، مقابلة، ويشوفوهم ويخلوهم يحلفوا ان هم ايه، يحلفوا قسم ان هم هيعيشوا مخلصين للبلد دي وبقوانين هذه البلد. فأنا كمان مواطنتي فين؟ هل أنت إنسان سماوي بتقول له يا أبانا الذي فين؟ في السماوات. هل أنت إنسان سماوي؟ ولا تقول ده المسيح بقى كده، أنا مالي وما المسيح؟ مالك وما المسيح؟ تبقى أنت مش سماوي ولا عايز السماء. هل أنت ارتضيت أن تكون إنسان سماوي، وضعت السماء قصادك، والمسيح بيقول لك لا تخف أيها القطيع، أنت من ضمن القطيع الصغير اللي سر أباه يعطيه الإيه؟ يعطيه الملكوت. هل أنت إنسان سماوي؟ لا ولا لا؟
فإن وطنيتنا نحن في السماوات، ومن هناك ننتظر مخلصنا ربنا، مخلصنا ربنا يسوع المسيح الذي سيغير شكل تواضعنا، هيغير كل دوت الضعف اللي فينا ده هيتغير، وهنبقى في مجد شكل تواضعنا لكي يكون مشاركا لصورة لصورة جسد مجده. اذا احنا نهوت سكتنا سكة واحدة. تقول لي ازاي احب غيري؟ اقولك ما انت لو مركز على المسيح، تخيله انا مركز على المسيح، واخويا مركز على المسيح، واختي مركزة على المسيح، وكلنا مركزين على المسيح، تفتكر هنقعد نتخانق مع بعض احنا مركزين على المسيح؟ مش ممكن، كلنا هنبقى ماشيين في سكة ايه؟ في سكة واحدة. فتقول لي هو مش مركز، مالكش دعوة، اعمل انت وصية المسيح ومالكش دعوة بيه. عشان كده في نفس الرسالة بتاعت فيليبي النهاردة اللي اتقرت، يقول اطلب الى افودية واطلب الى سنتيخي ان تفتكر في هذا بعينه في الرب. فكر فكر واحد، ما تعودوش تنشغلوا تتخانقوا مع بعض، ما تعودوش تتخانقوا مع بعض، فكروا فكر ايه؟ واحد في الرب. تفتكر فكر واحد في مين؟ في الرب. يبقى الرب يجمعنا ويخللنا وان مايند، او فكر واحد، دماغنا لنا دماغ واحدة، كلنا عايزين نرضي الرب، وكلنا بنحب الرب، وكلنا مدققين عشان ما نزعلش الرب، وكلنا وصية الرب قصاد عينينا، ونبقى ماشيين في الاستقامة دي على طول. هو ده الطريق المستقيم اللي المسيح بيعنا فيه. هتقولي هو يساعدني في الطريق ده؟ طبعا هو بيقويني ويساعدني ويشددني بدانا في الطريق ده، لكن لو بعدت عن الطريق انت بعدت. لكن الطريق متسهل. عارفين لما اليومين دول الناس كلها فرحانة بان الطرق الجديدة اللي عملتها الدولة، وفرحانين بالطرق اللي وسعت وجريت، والناس بتجري بسرعة تروح اللي هي عايزاه. طب واحد بقى ساب الطرق دي وعايز يمشي بقى ايه؟ يمشي في ايه؟ في حواري وفي سكك وبتاع. نقول لا، خليك بقى انت براحتك، السكة اهي. فإذا كانت الدولة بتمهد طرق عشان الناس توصل بسرعة، المسيح يمهد ايضا ليك الطريق لو انت كنت قررت تمشي في هذه السكة. عشان كده يقول ان في طريق اسمها الطريق المستقيمة، في أشعياء يتنبأ عن الطريق المستقيم، يقال لها الطريق المستقيم، يمشي فيها حتى العمياني يمشي فيها، يقدروا يكملوا فيها، والعرج وما إلى ذلك. ليه؟ لأن في إيه؟ هذه الطريق هي طريق سهلة، لو مشيت في المسيح يسوع وركزت عليه هتلاقي الطريق سهلة. عشان كده يقول احملوا نيري، نيري هين، وحمل إيه؟ صدقوني أنا الناس اللي ماشي مع المسيح مش غلابة، ده الغلابة اللي بره المسيح. اللي ماشي مع المسيح بيتمتع بالسلام، لما يمشي في سلام ومحبة مع الناس يلاقي نفسه فرحان جدا بالمحبة والسلام ده، ومستمتع بكده. ولو لقى نفسه بعد شوي يلاقي نفسه حزين وتعبان، يقول لك انا لا، مش دي السكة، لانه ايه؟ استمتع بهذه الطريق المستقيمة اللي توصل، هتوصل ويبقى فرحان وماشي في السكة اللي ده المسيح يعرف كويس قوي ان طريق المسيح هي طريق جميل جدا وطريق مفرح. احملوا نيري، نيري هين، وحمل ايه؟ وحمل خفيف. مضمون السكة، السكة مضمونة. من اراد ان ايه؟ الحياة، ويحب ايام صالحة، يكفف لسانه عن الايه؟ دي الطريق المستقيم، عن الشر، وشفتيه ان تتكلم بالمكر، ليحد عن الشر وايه؟ ويتبع السلام، ويجد في اسره. يجد فين؟ في اسره. لانه ايه؟ لما يمشي في السكه ديت هيلاقي السكه جميله جدا، وهيلاقي الطريق حلو خالص. نحن مدعوين لطريق مستقيمه جميله مفرحه، مدعوين لتركيز، نركز في المسيح، ما تهتمش كتير وتنشغل، اللي ضاع منك واللي راح. هنا بيقول بيعوا امتعتكم واعطوا ايه؟ صدقه. فلو ضاع منك حاجه قول معلش. اديكم مثال صغير عشان اختم في الـ في الـ في الـ في الابراكسيس اللي اتقرا النهارده. القرايات دايما جميله، حاولوا تركزوا في القرايات وتبصوا تتاملوا فيها كده، تلاقوا فيها حاجات جميله. يتكلم عن اللي تشتتوا، ناس اتشتتوا ساعه مناحه استفانوس، لما حصل ان استفانوس رجموه، فالناس حصل ضيق،
وابتدى المسيحيين يتشتتوا بره اورشليم. بس الكتاب بيقول حاجه عجيبه جدا، انهم جالوا يعني ما حزنوش، ما قالوش، قعدوا يصرخوا ازاي بتاع، طب نعمل ايه، طب نعمل حزب نروح نضربهم نعمل فيهم، لا لا لا. عملوا ايه؟ يقول اما الذين تشتتوا من الضيق الذي حل على استفانوس اتوا الى فينيقيه وقبرص وانطاكيا، وهم لا يكلمون احدا بالكلمه الا اليهود، يعني كانوا بيبشروا. وبعد شويه يقول ان هم ابتدوا يتكلموا حتى ايه اليونانيين، وكان منهم قوم قبرصيين وقبرانيين، هؤلاء الذين لما دخلوا انطاكيا كانوا يتكلمون مع اليونانيين كارزين بالرب يسوع. طب انتوا من اجل الرب يسوع اتبهدلتوا وسبتوا بيوتكم، مش تعيطوا بقى شويه؟ عيطوا بقى وقولوا ياه ازاي سكه المسيح؟ لا 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 لا، كانوش كده، ما كانوش بيعيطوا، ما كانوش بيصرخوا، ما كانوش ندمانين ان هم اضطهدوا، كانوا فرحانين انهم اضطهدوا وطلعوا يبشروا في اماكن تانية. اصلهم كانوا شايفين غنى المسيح، اهتمامهم كان بشيء واحد هو المسيح اللي شايفينه اللي منور حياتهم. لو شفت المسيح مش هيهمك اي حاجة، حتى لو حد كرمتي مش كرمتي، كل ده بص لنفسك، قدرت تسامح بسهولة، قدرت تتنازل بسهولة، قدرت تكمل. لكن لو اتفرغت انك ترد الصخصة غين وتقاوم الشر بالشر مش هتخلص، لان الشر ما بايه ما بيخلص. واللي مش مصدق يروح المحاكم ويشوف قد ايه اخوات بقضوا بعض، اللي مش مصدق يروح يشوف. فهنا ايه؟ مشوا في سكتهم، كملوا مع المسيح، فرحانين بالمسيح، ماشيين مع المسيح. على معلمنا بولس الرسول يقول لمن سيفصلني عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم عري أم جوع أم 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 اضطهاد أم سيف أم؟ لأن من أجلك مكتوب إيه؟ من أجلك نمات كل النهار. شايف المسيح، غنى المسيح، فماشي على طول في السكة بتاعته، مش همه أي حاجة تحصل، سكة مستقيمة، سكة مفرحة، المسيح بيسنده في النص، ماشي مع المسيح. وفي الآخر خالص نبتدي ايه؟ نقول الآية اللي ابتدينا بيها، لا تخف أيها القطيع الصغير، أباكم سر أن يعطيكم الايه؟ الملكوت. المسيح جاي ومع أجرته، معاه هيعطي الملكوت لأولاده. يقول كده انه ايه؟ يتكئهم، يتكئ أولاده المؤمنين الحلوين ويخدمهم هو. ربنا يدينا كلنا يبقى لنا ايه؟ منتظرين سرعة مجيئه. نحن منتظرين ايه؟ سرعة مجيء الرب، حتى ما يسندنا وحتى ما يفرحنا وحتى ما يعطينا المكافأة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين. تنتين بشرات اسمه مغبري يلبي عرش انجل الجشر كي قاريتو مني او كيريوس ميتاسو اسفه بايت تيوني.